تواصل القوات الأمنية وبإسناد من طيران التحالف الدولي عملياتها العسكرية من ثلاثة محاور لتحرير قضاء عانا غرب الأنبار، وذلك بعد وصول القطعات العسكرية إلى وادي الفحيمي على مشارف القضاء. نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله قال إن قطعات من عمليات الجزيرة والحشد العشائري بدأوا صباح اليوم بعملية واسعة لتحرير قضاء عانا ومنطقة الريحانة التابعة لها، تمهيدا لتحرير جميع مناطق غرب الأنبار من داعش.